أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نتابع فيها أبرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والبداية بالعناوين. بالعزيمة والإيمان، أسماء الأسد في الظهور الأول منذ إعلان إصابتها بسرطان الدم تعلن بدء تلقيها العلاج. نزار ليس شاعرا، جدل وهجوم يتعرض له باحث سعودي بعد سخريته من شعر نزار قباني. ما تزال أسماء الأسد تتصدر المشهد الإعلامي رغم غيابها القصري غير المحدد الأجل عن المشهد السياسي الذي أعلنه القصر الجمهوري منذ إعلانه إصابتها باللوكيميا أو مرض سرطان الدم. هذا المرض الذي يجب بحسب بيان القصر عزلها خلال تلقيها للبروتوكول العلاجي وإجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تداول أخبار عن تصفيتها أو موتها وربط ذلك بعملية تسميم ذراعها اليمنى يسار إبراهيم. لكن أسماء يبدو أنها ما تزال مصرة أيضا على تصدر المشهد رغم منعها، فظهرت للمرة الأولى بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان وأصرت على أن تكون إطلالتها كالعادة تتحدث عن إرادتها القوية في مواجهة المرض واستعدادها لتلقي العلاج. نتابع. من لما تم إعلان خبر إصابتي باللوكيميا وصلتني كثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، واللي عطتنا كعيلة مزيد من القوة بهذا الظرف. وأي حدا بيخوض معركة مع المرض لازم يمتلك القوة والإرادة، مو بس ليتغلب عليه ولكن ليتحمل بعده عن الناس اللي بيحبهم وملتزم بخدمتهم. وأنا هاخوض هالمعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم. يبدو أن أسماء متأثرة بالأسلوب البريطاني بحسب ولادتها ونشأتها، حيث شبه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور أسماء بظهور أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني كيت ميدلتون. اعتبروا أن أسماء تحاول تقليدها، حيث لقبها البعض كيت ميدلتون الغلابة، والتي كانت خرجت في فيديو قبل أشهر لتتحدث فيه عن إصابتها بمرض السرطان وشجاعتها في مواجهته، وذلك أيضا بعد تداول أخبار وتقارير إعلامية عن إبعادها أو قتلها من قبل العائلة المالكة. فكان ظهورها بالدرجة الأولى لنفي الشائعات، ورغم ذلك تم اتهام العائلة المالكة بتزوير الفيديو بتقنية الذكاء الصناعي. نتابع ونقارن. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. كانت تقارير إعلامية تحدثت أيضا عن توجه أسماء برفقة ابنتها زين إلى بريطانيا لتلقي العلاج هناك، بينما كتب الناشط السياسي أيمن عبد النور، كتب على حسابه في منصة إكس: نشر السيد نعيم هيلانا أيضا تطورات الوضع الصحي لأسماء الأسد يوم 29/4، أحست بصداع ودوار وارتفاع في درجة الحرارة، وتحليل الدم الأولى أظهر نتائج غير طبيعية وتم إبلاغ زوجها بذلك. يوم 30/4 تحليل دم ثاني وفحوص شعاعية أكدت وجود خلايا سرطانية في الدم، لكن لم يتم إبلاغها بالنتيجة. يوم 5/5 قامت بزيارة أحد الكنائس في آخر ظهور علني لها. يوم 7/5 تم إبلاغها وأسرتها بإصابتها بسرطان الدم. زوجها تواصل مع موسكو التي قررت إرسال طائرة لنقلها إلى هناك للعلاج. يوم 13/5 غادرت إلى موسكو مع أولادها الثلاثة، زوجها بقي في دمشق تحضيراً لمؤتمر قمة البحرين.
يوم 16/5 حضر بشار الأسد قمة البحرين وعاد إلى دمشق في نفس اليوم. يوم 17/5 غادر إلى موسكو مع وزير خارجيته فيصل مقداد، لذلك لم يزر طهران للتعزية بوفاة الرئيس الإيراني. يوم 24/5 عاد من موسكو وحيداً إلى دمشق. أسماء تخضع حالياً إلى علاج مكثف بإشراف أطباء روس ووضع صحي غير معروف. المخابرات البريطانية أبلغت بشار عبر وسيط أنها مستعدة لعلاج أسماء في بريطانيا، لكنه رفض العرض البريطاني. من التعليقات التي جاءت على هذا الخبر، آية حاج يوسف التي كتبت: ليش حاسة ذكاء اصطناعي؟ ما بعرف، في جمود مو طبيعي بملامح الوش. أما نور كتب أيضا: مفكرة حالة كيت ميدلتون طالعة وعم بتطمن العالم على حالة. تعليق من علي حاجي يقول: واضح اللي بالفيديو مو هي، واضح أنه ذكاء صناعي والرب يبارك بالجميع. قال للياسمين: حقوق في منازلنا وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. وهو القائل: ها هي الشام بعد فرقة دهر، أنهر سبعة وحور عين. ومن مطالع قوله أيضا: أتراها تحبني ميسون أم توهمت والنساء ظنون. هو ابن بيئة دمشقية انعكست على معظم قصائده، مع ابتداع لصور جديدة واستخدام مفردات مناسبة لهذه البيئة التي نشأ فيها. نجد الياسمين يعرش على أبيات شعره التي تفوح منها رائحة البن والنارنج والمطر. هكذا وصف أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشاعر السوري دمشقي نزار قبالي، بعد أن قال عنه أحد الباحثين إنه ليس شاعراً. ففتح هذا الباحث على نفسه أبواباً من الجدل والهجوم، بينما وفقه بعض آخر بالرأي. قناة العربية استضافت الباحث في التاريخ رضا الشملاني العنزي، حيث أكد في اللقاء أنه لا يعتبر نزار قباني شاعراً، وأن عمر بن كلثوم ممكن أن يموت مرة أخرى لو أنه سمع شعر نزار الذي وصفه بالخنبقة، وأن الشعر يجب أن يلتزم بالقافية والوزن. نتابع. أيوة، جت الحين مرحلة الشعر. هو يقولك مثلا شاعر معروف يعني ما أنا نزار قباني في البعض ترى يعتبر نزار قباني شاعر. أنت ما تعتبره شاعر نزار؟ من اللي يعتبر عن مو بشاعر نزار قباني؟ هذه الدواوين كلها وهذه القصائد كلها. أنا بالله يا أبو مالك ما يصير. روح ابن عون ولا بن زوي بن الحربي ولا ياسر التويجري ولا خلف مشعان، أضعف قصيدة لهم، ولا ستيري في أصغر عمره. هذا رأيك أنت تتوقع؟ ما هذا شعره مشى وحقت على. لا يمكن أنه هذا شاعر. أغرق تحت الماء، تنفس تحت الماء، وشعره الغجري ويسافر. كانوا قوم يجيب مع عبد الناصر وعطوهم يغني لهم، ولا لو ما غنى لهم. حتى لو كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية وغيرها من الأمور، لكن لا يمكن أن نلغي مثل شاعرا بحجم نزار قباني. شعر حداثي، لكن لو تروح للشعر حقين تقول هذا الشعر، يقول لا، لو يمكن يموت عمر بن كلثوم مرة أخرى لو سمعها الخنبقة ذي. حنا عرب، حنا عرب ونعرف. يقول ولديرنت ولديرنت. نزار قباني يعتبر من أهم شعراء العصر الحديث. اتسم شعره بالكلمات القريبة من فهم أي شخص يقرأه، فهو لم يصعد باللغة إلى نخبوية تستعصي على الشارع، ولم ينزل إلى لغة محلية غير مفهومة. أمسك بلغته، أدخلها في الشعر، زخرفها لتقارب الفئتين، فلم يجعلها مبهمة ولم يزعزع بنية الشعر. ابتكر لغة متصالحة بقاموس فريد يجمع القديم والحديث والدارج والفصيح. لقب شاعر الحب والمرأة، جاء أيضا هذا اللقب من تعلقه بأمه وشقيقته وقريباته، فدافع في شعره عن حقوق المرأة وتغنى بجمالها وكبريائها، لدرجة أن بعض قصائده الغزلية تم تلحينها لتتحول لأغاني ما زالت تعيش حتى اليوم، يرددها الجميع مثل قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء لعبد الحليم حافظ، والعديد من القصائد التي لحنت لكاظم الساهر أيضا. لكن نزار رغم ذلك لم يتوقف عن الشعر السياسي، فكان مشاغباً متمرداً منذ بداياته، خصوصاً بعد نكسة حزيران عام 1967، فكتب: يا وطني الحزين، حولتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين، لأن ما نحس به أكبر من أوراقنا، لابد أن تخجل من أشعارنا إذا خسرنا الحرب، ولا غرابة لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. هذا هو نزار قباني.
تحدثنا عن حالة الجدل التي أثارها العنزي بكلامه عن الشاعر نزار قباني، فعلق كثر على هذا الكلام مثل هذا الفيديو للمحامي إيهاب عبد ربه الذي يتحدث فيه عن تأثر الأجيال بشعر نزار قباني. نتابع. مرحبا يا قوم، بالأمس طلع علينا شاعر على الام بي سي عم بيقول إنه هذا نزار قباني مش شاعر، هو لا يعتبره شاعر. ليش لا يعتبره شاعر نزار قباني؟ وفق قوله قال أن نزار قباني يقرأ شعر حديث، وأنه عمرو بن كلثوم لا يقارن بنزار قباني. طبعا عمرو بن كلثوم لا يقارن بنزار قباني، عمرو بن كلثوم عظيم وكل شيء، ولكن نزار قباني بالنسبة لي أعظم بكثير من عمرو بن كلثوم، لأن نزار قباني يحاكي عصري، يحاكي لغتي، يحاكي بيئتي، يحاكي الوقت اللي أنا عايش فيه. ثانيا، ردا على فكرة أنه نزار قباني يكتب فقط الشعر الحديث، هذا الشاعر لم يكلف نفسه حتى عناء أن يقرأ نزار قباني الذي لا يعتبره شاعر. أكثر من نصف شعر نزار قباني شعر عمودي، وأول ديوانين لنزار قباني قالت لي السمراء وطفولة نهد بالشعر العمودي، وكتب قصائد في الشعر العمودي من أجمل ما يمكن. يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، أنا الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت لغنائه الأعشاب. ويقول في نفس القصيدة: قمر دمشقي يسافر في دمي، فبلابل وسنابل وقباب. الفل يبدأ من دمشق، الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب. والماء يبدأ من دمشق، فأينما أسندت رأسك جدول ينساب. والحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشق الجمال وذوبوه وذابوا. ويقول أيضا بنفس القصيدة: أنا يا صديقتي متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. فالعالم العربي فضيحة كبرى، فحواجز ومخافر وكلاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. أما في الغزل فله قصائد عمودية ساحرة نزار قباني، حيث يقول: قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كاد يقتلني بك التمثال. فيجيبها: أنت ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال. لم تستطيع بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فالصمت في حرم الجمال. جمال كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدت كيف كلها، غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تثور على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلال. من التعليقات التي جاءت بعد هذه المقابلة، هاني نديم الذي كتب وقال: هذا الرأي ستسمعه دوما من كل من يريد التمسح بشهرة نزار، أو ممن فعلا لا يحب نزار، هم كثر. دعوا الناس تقول، هذا يزيد نزار شاعرية، إذ ما زال يثير الجدل من مثواه بينما الأحياء أموات. أما حسين السالم كتب وقال: شاعر والأمة العربية كلها بتعرف، وأنت باحث على مستوى بلدك وفي زمن انتشار الميديا وما حدا بيعرفك، هذا دليل على أنك تريد تنعرف من خلال يمكن قصده الشهرة أو من خلال الحديث عن نزار قباني. سومر علق وقال: أنا سوري وبحب نزار، لكن الحقيقة هي نزار ليس شاعر بالمعنى اللي بيقصده الرجل، أي شعر الجاهلية، لكن نزار اخترع الشعر المحدث الغير مضبوط ببحر أو قافية. رغم ظهور الفنان السوري فارس الحلو النادر في السنوات الأخيرة، والذي بات يقتصر على المشاركة في فعاليات تتعلق بالثورة السورية، إلا أنه تصدر حديث وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بسبب تصريحات غير مسبوقة له عن نظام الأسد وعلاقته بإسرائيل
وعن درجة تدخل نظام الأسد في الدراما السورية. كل هذا تسبب بتصدر اسم فارس الحلو لحديث وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ من بقعة ضوء، هذه السلسلة الكوميدية التي احتلت الشاشات المحلية والعربية لأكثر من 10 سنوات، كانت طبقاً خفيفاً يزين المائدة الرمضانية في كل موسم. لكن وراء هذه السلسلة الكوميدية الناقدة والتي اتسمت بجرأتها في بعض الأحيان بانتقاد مؤسسات النظام والمسؤولين على غرار مسلسل مرايا، لدرجة أنها بدأت بمنافسته، وراء هذه السلسلة قصة رواها لأول مرة فارس الحلو، وذلك من خلال لقاء في بودكاست عين الكلام. قال فارس الحلو عن سلسلة بقعة الضوء التي كان يمثل فيها أيضا وشارك فيها أن نجاح مسلسل بقعة الضوء ينسب لماهر الأسد، لأنه هو الذي التقى بباسم ياخور وأيمن رضا لكونه كان معجبا بهما. باسم وأيمن طلبا من ماهر الأسد أن يعملا بحرية، فقال لهما ماهر الأسد اشتغلوا. تابع فارس الحلو: قلت لهما لازم تضربوا ضربتكم، أنتوا وراكم ماهر الأسد ولازم تتجاوزوا مرايا ياسر العظمة. وفعلا طلبوا من الكتاب أن يتجرأ، وكان الجزء الثاني جريء، ولجنة الرقابة كانت تخشى منعه خوفا من ماهر الأسد الذي قال لهم اشتغلوا. يعتبر فارس الحلو من أوائل الفنانين السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد، شارك في المظاهرات التي اندلعت مطالبة بإسقاطه في دمشق، وبقي ملتزما بالنهج المعارض لنظام الأسد. تحدث في بودكاست أيضا عن علاقة نظام الأسد بإسرائيل، وقال إسرائيل تحكم سوريا ببيت الأسد، غير هيك ما بفهم، نحن مشكلتنا الحقيقة معه، ولا أحن لسوريا التي ثرنا عليها أم أحن لسوريا المستقبل. كثيرة هي التعليقات على تصريحات فارس الحلو. كتب الممثل السوري عبد القادر ملا عن فارس الحلو: عندما نقول فنان فذلك لا يعني أولئك المتهاتفين على الظهور على الشاشة باستمرار، فالفنان هو مزيج من الإبداع والإحساس والمواقف الوطنية والإنسانية والوعي بدور الفن وحس المسؤولية الذي ينبغي على الفنان أن يتحلى به، وخاصة في المنحنيات الخطيرة التي تمر بها الولاد. يكفي أن تستمع لفارس الحلو لكي يتعرى أمام كل أولئك المدعين المزيفين الكاذبين الذين يساهمون بسعادة بالغة في تدمير بلدهم وموت أهلهم. فارس الحلو المسكون بقضية بلده بالعدالة هو المسطرة التي يمكن أن يقاس عليها الفنان بمعناه الأصيل. دمت حرا وصوتا وصدا لآلام السوريين وطموحاتهم أيها النبيل. من التعليقات التي جاءت على هذا البودكاست علي ديوب الذي قال: ما عندي فكرة عن هالموضوع، بس كلي ثقة أنه ما بيجي من عند المعلم إلا كل شيء حلو، وإذا كانوا لابد أنه صاير هيك شيء فالحمد لله أنه عنا مثل هالمعلم ماهر الأسد بسوريا. ندى علقت وقالت: بقعة الضوء كان مسلسل ناقد وعصري بنفس الوقت، لهيك الناس حبته بغض النظر مين كان داعمه، الفن بيحتاج لممولين ولدعم وهذا طبيعي. أما محمد فقال: حتى مرايا اندعم أولا من باسل، مدري من حافظ، وبعدها من ماهر. قتل العقيد في قوات النظام وتحديداً في إدارة التجنيد لؤي زهير النايف في دمشق من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة قرب طلعة الإسكان. نتابع هذه اللقطات من مكان الانفجار. شاب تركي يوزع الحلوى احتفالاً بترك حبيبته له، ويقول: أنفقت عليها 350,000 ليرة لكنها ناكرة للجميل. أريد أن أعطي رسالة للشباب أن لا تقدموا أي تضحيات على الإطلاق. نتابع. Çok şükür. Her zaman evlenip boşanırken de atıyorlar. Bu sefer evlenmeden kurtulduğumuz için de atıyoruz. Hadi. İnşallah. İnşallah. Bundan sonra Allah'ın yüzünü. Amin. İnşallah. Tek tek yüzünüz var. Amin.
مصري يثير الجدل بعد أن وضع شبكة في ساق عروسه التي قيل إنها سورية. نتابع. نفسي غالي قوي قوي. فكان نفسي في انثى تقدر قيمتي وتقول لي بالحرف الواحد كده ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. فالست دي قالت لي كده. قالت لك ايه معلش مره ثاني؟ ممكن من فضلك لو سمحت. انا قلت لك، قلت له ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. لا مره ثاني والنبي. ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني وإلي فخر إذا بتقبل. أنا قلت لها. إلى هنا مشاهدينا نصل لنهاية حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة، نراكم غدا مع زميل عابد في حلقة جديدة وأخبار جديدة. دمتم بخير، إلى اللقاء.